نينجا إنهم سلاحف نينجا إنهم سلاحف نينجا حصلوا في صلبة صلبة هم أربعة سلاحف وأبطال يحاربون شر ليل نهار ينقذوننا من الأشرار يأكلون البيتزا باستمرار مهما كانت التحديات لن تقفهم المشكلات سيفعلون ما بالإمكان يبدو على الشر في كل مكان القناع الأزرق هو ليوناردو يحارب بسيفه كل من يعترضه أما دوناتيلو فهو بارع في الآلات رافائيل شاهد لا يحب المزاح مايكل أنجلو ليس له مثيل خفيف الظل ويحب الاسترخاء المعلم سبليندر أعطاه مهارات يحاربون بها كل العصابات إنهم سلاحف نينجا إنهم سلاحف نينجا إنهم سلاحف نينجا أبطال في صنفا